في يوم كان في مجموعة من الشباب عاوزين يعملوا مسرحية عن ميلاد الرب يسوع، بس المشكلة اللي عندهم ان هم ما عندهمش شباب يخدموا في المسرحية ويعملوا شخصيات الميلاد. علشان كده السنة دي بحضر لكم مفاجآت كتيرة تشوفوها هنا في برنامجكم دقيقة واحدة. والاعياد عليكم يا شباب يا حلوين. مساء الخير يا بابا رمي. انا مبسوط ان انا جاي لكم النهارده علشان عرفت انكم بتعملوا مسرحيه بتحكي عن ميلاد الرب يسوع. طيب انا على فكره موهوب قوي 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 وبحب التمثيل وعايز امثل معاكم، ايه رايك؟ موافق جدا جدا. يعني تقدر؟ انت شكلك مخرج جميل قوي قوي قوي. ربنا يخليك. هو فين الدور؟ خلاص بص، اتفضل امسك المشهد ده اقراه كويس. اهو المشهد ده اهو، اقراه كويس واحفظه. المشهد ده كله كتير عشان تبقى موهوب بقى. ماشي ماشي، اقرا اقرا واحفظه بسرعه بسرعه بسرعه. انت دورك هنا. تمام، وانت دورك برضه. تعمل المسرحيه. انا بس خلاص. خلاص ايوه اكيد. ايوه خلاص. يلا يلا اتفضل بتاعه. انت معانا في المسرحيه ليش؟ يلا 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 بتاعه. السلام لمولانا العظيم هرودس. ميري كريسماس. ميري كريسماس ايه؟ حضرتك قايم بدور الملك هرودس، يعني ده كان شرير جدا، مش طيب زيك كده. بس انا بابا نويل طيب قوي، بحب السعاده والفرحه. ايوه ماشي، انت طيب، اما الملك هرودس كان شرير، فلازم نعمل دور الصح ان هو شرير. هو كان شرير قوي؟ كان شرير جدا. يبقى لازم اعمله شرير. خلاص نبدا تاني؟ نبدا من الاول. بس الدور؟ يلا بقى نعمله. انا موهوب موهوب قوي. ماشي بقى نعمله تاني بقى. يا ملك هرودس الشرير مش طيب زيك كده. ماشي. يلا نبدا تاني. انا شرير. السلام لمولانا العظيم هرودس. يا حارس. أوامرك مولاي. أنا سمعت أخبار كتيرة في مملكتي مش عجباني، وأخبار بتزعلني وبتعصبني قوي. عرفت كمان إن في مجوسي عاوز يقول لي كلام كتير مهم، ناديلي عليه. فليدخل المجوسي. السلام الملك هرودس. ما بسلمش. أنا عميل المجوس جاي من الشرق إلى أورشليم عشان أشوف المولود الجديد ملك اليهود. جايين يسكتوا ويقتلوا هتلاقيه. إيه؟ ملك ملكنا العظيم زياد. إيه؟ أنا هرودس بعمل إيه هنا؟ شغلتي إيه في المملكة دي؟ قول لي يا حارس، قول لي يا رئيس الحرس، قول لي يا رئيس الكهنة، أنا بعمل إيه؟ ما أنت بتعمل كل
أدوار في المسرحية. أين يولد المسيح؟ يولد في بيت لحم اليهودية يا أولاد. يهودية؟ أيوة يهودية. بيت لحم اليهودية؟ أيوة يهودية. يهودية في بيت لحم. وفي الوقت ده اتولد الملك، ملك العالم كله، يسوع المسيح. اتولد في مزود فقير، وكمان أم العذراء مريم وأبوه يوسف النجار دايما بصين ليسوع وشايفينه مبسوط فرحان إنه اتولد في العالم علشان يكمل قصته العظيمة. وفي الوقت ده كمان بمكان بعيد كان في رعاة قاعدين بيرعوا الحيوانات، وفي لحظة ظهر لهم ملاك وقال لهم لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يقول لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا متجعا في المزود. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرح. وساعتها الرعاة كانوا فرحانين قوي، علشان كده قالوا لبعضهم احنا لازم كلنا نروح ونشوف الملك الطفل يسوع في بيت لحم اليهودية. احنا لازم ندور على الطفل يسوع دلوقتي، ما عادش في وقت، لازم نتحرك. هو قال لنا هتلاقوا الطفل يسوع في مزود، مكان مليان بالحيوانات، وده نفس حد احنا رعاة بنرعى الحيوانات. يلا لازم نتحرك دلوقتي. ايوة احنا لازم نتحرك دلوقتي علشان نوصل بسرعة، يلا بينا. ووصلوا الرعاة لحد مكان المزود، واستقبلتهم العذراء بكل ترحاب، وشافوا الطفل يسوع. ولما شافوا الطفل يسوع بقوا فرحانين قوي ومبسوطين خالص، لدرجة انه مستعجبين قوي ان الطفل ده اللي اتولد في المكان الفقير ده هو اللي هينقذهم وهينقذ العالم كله. استنونا لسه في حكايات تانية كتير هنحكيها لكم مع برنامجكم دقيقة مع بابا نويل.